السلام عليكم ورحمة الله. إن كنت تبحث عن حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام فهذا الفيديو لك أنت، وإن كنت تريد معرفة طريق الفرقة الناجية فهذا الفيديو لك أنت. حديثنا اليوم عن أعظم آية وأشرف آية في القرآن الكريم. لما نزلت تلك الآية خر كل صنم في الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم وهربت الشياطين. هي آية لا يكفيها العمر كله، والعمر قليل، والله المستعان. هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا ترى خدت بالك؟ بدأت الآية الكريمة بلفظ الجلالة الله، وختمت به العلي العظيم، فهي آية تتحدث عن الله، وهو أول ركن من أركان الإيمان. آية تتحدث عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لذلك هي أعظم آية في القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم علم على الذات الإلهية، الواجب الوجود، المعبود بحق، لم يتسمى به أحد من قبل. قبض الله تعالى الألسن عنه، قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ خص عالم اللغة السيبويه لفظ الجلالة الله، وقال: هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف. وبعدما مات رؤي سيبويه في المنام، فقيل له: ما فعل بك ربك؟ فقال: أكرمني ورحمني وغفر لي. فقيل له: بما؟ فقال: لأنني جعلت اسمه أعلم الأعلام وأعرف المعارف. الله لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه. والله اسم جامع لجميع صفات الكمال، ومنزه عن أي صفة من صفات النقصان. وجميع الأسماء تضاف إلى لفظ الجلالة الله، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أحد، الله الصمد. وإن تأملت جيدا آية الكرسي تجد أنها تتكون من 10 جمل، كل جملة تصلح أن تكون خبرا للفظ الجلالة الله. وكل ما عبد من دون الله من حجر وشجر وبشر وملائكة وغيره هو معبود بباطل. الحي حياة كاملة، حياة تامة، حياة حقيقية لا أول لها ولا آخر، حياة ليست كحياة البشر، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء وزوال. القيوم القائم بكل شيء، القائم بشؤون الخلق وحياتهم وإحيائهم وإماتتهم. ولك تلك الهدية. قال كثير من العلماء الأجلاء: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، موجود في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.